خارج التغطية. ماذا تكتب يا هذا؟ إنني أكتب شعرا. أطرب مسامعي إذن. يا قوم يا قوم ما بك يا امرأة؟ أي نازلة حلت بنا؟ نازلة؟ وما هي النازلة؟ أعتقد إني عكس الطالعة. ليس وقت التهريج، دعونا نسمع منه. قصر يدك وإلا قطعت رأسك. كعب، دعه وشأنه. لكنه قلت دعه وشأنه. إن تعيد مرة ثانية وفرحان لأستأصلن شفعتك. تقصد شأفتك؟ أقل ولكن خالي التعبير. خالك التعبير وأنا عمي الإملاء. تبا لكم ولما تشربون. تكلمي يا امرأة. لا، حتى أنا زوج جندب لم يعبد الأصنام منذ أسبوع. يبدو أن الرجل قد صبأ ويجب أن يتأدب. صح، اذهبوا واندوموا لونه. لا تحكموا علي حتى نسمع منه الحجة. حجة ولا صنعاء؟ نعم، هل اللي سمعنه الكلام من صدق؟ نعم. ويحك، أوصلك القبح أن تعترف أمامنا ودون خوف؟ ولما أخاف؟ لأني سوف أقطع عنقك البيضاوي بسيفي هذا. لن أسمح لكم أن تصنعوا بي شيئا حتى نسمع قصته. أقبح النساء هي التي تفشي أسرار بيتها للآخرين. وأنا أقول لمول أسبوع ولا بعت حتى صنام إلا بسببك أنت أيها الخسيس. أقسم أنني سأنتزع منك ما خسرته من ضرائب وجمارك ورسوم تحسين أيها الزنديق. تكلم يا جنداب، أقصد يا جندب. بينما كنت أتصفح الفيسبوك وبالصدفة وجدت العديد من الصفحات، أصابتني بالذعر. تمنيت أن تنشق الأرض وتبتلعني. لمن تلك الصفحات وعن ماذا تتحدث؟ لا أعلم لمن، ولكن بها عدد من المشتركين يدعون إلى الإلحاد. يا هبل،
أيعقل ذلك؟ واللات والعزة وهبل وجميع الأصنام التي على ظهرك، ما كذبت في حرف واحد. قرح يمين، قرح يمين. إننا نعبد الأصنام نتقرب بها إلى الرب، ولم أتخيل يوما أن نرى أقواما ينكرون خالقهم. أقسم، أقسم أني لا أقول أن فيهم شعرا. قل 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 قل. وادي الضباب ماءك غزير سكاب، نص عيون نص دموع الأحباب، الأحباب 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 سفقوا. لو سمحت بخن 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 بخن. وما علاقة صفحات هذم الملحدين بعبادتنا لآلهتنا؟ لقد أمضيت الوقت وأنا أدعوهم لعبادة الأصنام. كم من المحزن أنهم يعيشون بدون إله. أحسنت، يجب أن نكثف الجهود لندعو الناس إلى عبادة الأصنام. أنا سأقوم بعرض جميع الأصنام في صفحتين بالفيسبوك، وسأقوم بالبيع بالتقسيط والفيزا كارد، وسأقوم بتوصيلها إلى المنازل بالمجان. بورك فيك، رأيت إنه يصنع أمرا أفضل منك ومن ألعاب القمار التي تلعبونها هذه اليوم. أنا لا ألعب القمار وأكتفي بلعبة البوكينج. صراحة يا هريسة اليوم أنا سعيد جدا وأنا أجزع منك، يعني صدق ما شاء الله شعور لا يوصف. أشغل لك حاجة يا هريسة، أنت يعجبك دوري لما مثل؟ إيه ما شاء الله عليك، كل يوم تقلق أكتر وأكتر وأكتر. يعني معجبة بي؟ إيوه يا رب لك الحمد. طيب متى يخطبك من أبوك؟ لا ما هي ما ينفع، أنت مثل أخويا. مثل أخوك؟ مش أنت قلتي معجبة، مش أنا قضيم أخوة. لا معجبة بشخصيتك مو كأنك زوج. بس أنا قشنا عليك. لا ما هي مرة ما يجي، لا تكرر ذا الكلام. إن شاء الله بدقي وأني فري فري.
مراعية لك. حاضر. نفسي قطريف بس ما عرفش. ما عرفش. مو هلا خالة. ريحان، ريحان ابني. مال الله يحفظه. لقاله بنت الحلال. ما عرفش قطريف. وباقي ايش شلني مع المانيا. خالة والله إني فرحت لك. صار صحتك كيف قدي. روحي ارتاحي لك يا شيخة. لا يا بنتي لا، لا يا بنتي ايش اللي جالسة فعل؟ انت عارفة اني جالسة ببيت اخي وحن زوجته بطق حتى تشوف لها وقيت كانني قني قباله. خلق اقرب علي هنا في القرية دي والقرية دي والقرية دي والحمد لله. ولا شي نجلس لك من بغرفة أربعة قدران أجلس عدة الأيام والليالي متى يرجعوا عيالي من الغربة إيش أفعل؟ هي اسمعي يا خالة، أنت قتعبتي والشغل حقك تعب، سرحة رقعة طلعة نزلة داخل الوديان والجبال وأنت محملة الزنابيل هذه. هي اسمعي ارتاحي لك شوية وحوت ما يجبنك وبيشلك بعده وتهقعين ان شاء الله. بس انا مقدرش البخ من هذه المهره، اني اصلا ربيت عيالي وكبرتهم من هذه المهره. خاله والله جيت لي فكره. ايش؟ ما رايك تجي تسكني عندي؟ معي غرفه فاضيه ما داخلها شحات قالي كم وحلا وقضيني باكون انا وانتي. انا فداليك. لا 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 لا, لا. ما احبش اكون ثقيله على حد. والله يا خاله مش تكوني ثقيله ولا حاجه. لي ما هي لكن انت مثل امي يا خاله. انا فداليك. فداليك الله يرحمها. الله يرحمها. اكيد انت مثل بنتي اكيد. ما مش بابي الا ثلاث بنات الان، زمرد واعتدال ورشوشه. انا فداليك يا خاله. انا فدا قلبك. يا بنتي الصراحة 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 ومن الآخر ها. أنا ما حبش أتدخل، ما حبش الكلام من هنا ومن هنا ومن هنا، وما حبش أنقل الكلام بين الزوجين. بس الصح والصدق يقال. ما هو الصدق؟ الرجال يا بنتي إذا حس أي تقصير أو نقص أو فراغ من زوجته إيش يعمل؟ يروح يبحث ويدور يملي فراغه، وخصوصاً لو لاقى حرمة ثانية تعرف هذا النقص. روحت المرأة. انتقلت الرجال بس العقل ما هوش منه هون. العقل ما هوش بلوتوث يدور تمام، والحرمة اللي اشتقي شرد حرمة. هي اسمعي خليك من العقل، سرت العقل لي رأستيني بمين الصبح. بو موضوع أهم من العقل. ايش هو يا خالة؟ ما هي بخي. ماله؟ ما هي بخي لا يأكل ولا يشرب ومغلق على نفسه داخل الغرفة وقالس يبكي كله بسببك يا حرس. الله يحرسك. خلاص هانت هانت، باقي شوية يخلصوا عقول المشاهد وينقلعوا. أما هذه هريسة والعصيدة هذه مصيبة، مصيبة من مصايب الدنيا. فين مهيوب؟ من الغرفة. هيا قومي له. يلا هيا هيا نقوم هيا. مهيوب مهيوب ايش ده؟ مالك كده؟ معك سيجارة. يا ويلك لو تشرب سيجارة. اعمل اللي تشاه يا اختي، انا اصبحت جسد بدون روح، برمي القمامة فاضي والقمامة تتقمقم من حوله بكل شارع، عداد ماء بدون ماء تحت رحمة صاحب الوقت وأسعار الديزل، بحر بدون سمك، جواز من غير تأشيرة، كيف دي؟ مدينة بلا سلاح وسلك بدون كهرباء، ما هي بدون عقل. حدا وحدة 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 دلا دلا على أخوك. اسكتي انتي، أنا بتفاهم معه تفاهم من غير عصبية. اهدري يا خالة. طبعا من الآخر من غير لوك، اللي تعمله بنفسك غلط وبتدمر حياتك وانت مش حاسس ولا شاعر. ألا موت يباع فأشتريه، فهذا العيش ما لا خير فيه. تفضل يا اختي تفضل. أنا من هنا، أنتم اللي كيف كنا موهال. الملطم حقك وخالة، عمل له خفر متب العقل. وش قال المرحومة محمد صالح عزاني؟ نحن مش أول حبايب نفترق، في كثير تفارقوا وكم وكم. أندار الناس مكشو خلد مع قيس وليلى.
وجميل وبتينه وحال ينسى يضاف مهيوب وهريسة. أيوة صدق، كل اللي متزوجوش اشتهروا، ما بوش عمل تقنعي هريسة تزوجناه. لكن سماؤك ممطرة وطريقك مسدود مسدود يا ولدي، انهض انهض أيها العاشق الولهان، سيتغنى بك الفنانين والشعراء. شدوا بياس، شيء من قبالي قال لك بياس حدا الشفلوس. يا الله الشديد ما يردش. وسكينة ما تردش. وسماح سماح هما صحيت يا عمتك سكينة في ساعة. حاضر. يا ما عمك فازع كمل قازع سكرم الولاد في أنحاء البلاد وسرع للطلق مثل البرق وداع اللي أوقع الولادة 50% زيادة. أنت ذا الحين تبيع سكريم ولا علاقات؟ سكريم ما دخلك بالطلق والبلادة، ما دخلك كله علاج. ما كله علاج، ما طلعتك أنت معانا أصلاً. فركش التصوير قلت تعلق معاكم. اطلب الله طلب الله. هي عمك فازع كمل قازع سكرم الولاد في أنحاء البلاد شديد مش هموت. مش تموتي زعم أول مخلاف يعني تتبني ولا أشوف عبيك حاجة. بغيت بعرفني واللي ما تسعب حرمتك بسيارتك بدل ما نحن نسيرك مع السلحفة في السيارة دي. أصلاً يا مرتخي المشوار للمركز الصحي بعيد والسيارة حقي تصريف بترول وما بيش بين إلا قليل. وام الريال أنت فزعان على السيارة ولا أنت فزعان على حرمتك وسلامتها؟ خسر ريال. قل لي اسرع عمر اسرع في ساعة المرش تبني. تسكت لا لا قدام بلاش نتقادك تتأمر ومستعجل. ها خلاص خلاص براحتك امشي براحتك الحق حقك والبلاد بلادك. ايوه عمك فازع كمل القازع سكرم الولاد في انحاء البلاد. اخرج سكت فازع الولاده يا فازع ثقيلتك امك. اسكت ولا شاقي سكتك الى الابدي. عندك هذا عدوكم رقم لك عشر اولاد معانك وهل شيء نفرحهم مثل ما انت فرح بابنك اللي بالطريق. انزل انزل نزل بطونك انزل. ماشي انزلش. عمك فازع كمل قازع سكرم بالحمار مش سيارتك سيارة عمر. عمك فازع كمل قازع عصا يا فازع عصا. اصبرت احنا معانا ولاد استخدم الطريقة حقك هذه مش علي بياس. ايه بياس حل بياسك واستخدميه لا تستهلك حقك الحبال الصوتية. بعدين نحتاجك بالبلد تنشيد هذا يقع نشيد وبيع سكري. لا لا نشيد القرية كلها تسمع. ولا ولا والولاد نصبر هون المرة والولاد. لا لا كلنا احنا تعبانين نشقي من الصبح. ولا ولا قوة إلا بالله. أنت ما تفرق ما بين الولاد وبيع السكريم. أنا ما قولتو شو لك أنت شو أقول لك. أقسم بالله ما حيضحكني من القرية. لا أنت يا فازع سيف والله أنا مدحك باصل أقول لهم أقول لهم فازع غير. عمك فازع كمل قازع سكرم الولاد في أنحاء البلاد مسرع للطوق مثل البرق وداع اللي أوقع الولادة 50% زيادة. اديني حب واحد سكريم ابرد قلبي. الحمد لله اللهم لك الحمد. مرت اخي ولده منده ماموث مو كل ماموث هذا حاجه تجيب التلفزيون. شوف ما دام الام اعتدال والاب شديد والسواق عمر ما يقول له ماموث. يا ولد هذا يكون تيوب هذا شكله تير قريح. ماموث انا واثق هذا علميا علمياً ما أنا مش أدي لك الخبر يعني من عندي. نشوف بالأول. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. مرة أخي ولدة أيها خلوا حنا نجينا بصابه بصابه معانا. الله يخلعك ما عمر. الله يحرقك ما عمر. الله يشلك ما عمر. أمانة نيه شديد
شديد. شوف مرتك يا شديد. يا سدي علي انا من اول محترموك خليها تحترم نفسها مني. لا تقلقش الا دعوه واحده تتبني ولا شو قعبك شي. هذا اللي سايبني شنو غير التاير يا مأي حركته في وادي عشان طير بها منامس. الحين كيف شي نعمل مرت اخي؟ مرت اخي تتوقع شوفوا لنا حل. يروح شديد يجيب سيارته وبعدين يجي يسقف مرته بيني. ايه هاي الضحكة حق عوض ابنها الشيخ طفاح اللي بهم يمك. الله يرحمك يا شيخ طفاح. الله يرحمك يا حسن علوان الفاتح على روحك. بسم الله جزاك الله خير. الله يرحمك. فكرة رائعة والله فكرة رائعة. اقبز يا أخي عشان أدي السيارة حقك نسعب مرتك. شيدي شنين أنت مالكش دخل. أنا مالش دخل إلا لي دخل. هذه مرت أخي تتوقع وتتألم وأنا ساكت إلا إذا قالت يعني مالش دخل فهنا ليس في الأمر حرج. كسألي مرت أخي هل لي دخل بماو يعني بأن أكون المتحدث الرسمي بدالي؟ إلا لك دخل. سمعت. أنا نزيد نرفع ندي ميكروفون حق فازع يقوم يسمعك. أنا رأك هذه اليومتين يعني لسانك طوال وقابل تتشجع يا مضربة. شجاع من قبل ما يشوف سلتومك يا محلوق الشند. متعشبة ما وراناش نسوان. والله ورانا نسوان يسدين عين الشمس. أنت مالكش دخل. ألا لي دخل. لي دخل ولا لا يا فرحان؟ ليك دخل نص. القرارات ما تتخذ إلا الأعصاب باردة. اشتروا سكريم علشان تبردوا عصابكم تهدأوا تعرفوا تفكروا. ونفكر بما يا فازق؟ نفكر كيف نوصل المرأة المركز بالمديرية. عندي الحل مثل ما قال حمود. ألي هاي جايز أنا الحين في اللوكيشن عندنا فيلم ضخم نار فظيع. أوكي ألو إيوه معك الممثلة حريسة. إعلان $100 المبلغ $100. أوكي وإيش مميزاته؟ تغذية لمدة أسبوع بس. خليها شهر أحسن. أوكي أوكي خلاص موافقة. فازع 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 عم تيوب تعبان. فازع انزل. لا تصدقها وشنو ما نحن متعلق. أنا بس ليش اطرح الترموس لأنه يدي وقعنا معي قوال. يا فازع يا فازع عم تيوب لما يكون تعبان وتحمل عليه طقل تقطع وتفهم تفهم شيء. أفهم. الله يقطعك وعمر. شديد شديد شوف مرتك يا شديد. تدي علي انا صابر عليكم ما عاد قدرت اتحمل كده. قلت لك ما الا دعوه ولاد لا تقلقش. يا عمر يا عمر انت ده الحين نزلت هنا عشان الوزن الزائد صح؟ ايوه غبي. المفروض انت تنزل لانك وزنك كبير وانا سوق بكم الى ان نصل الى الى ورشه ناقي. لما انت ما تشوف نفسك تماري. شوف ما انت الخان. انت الان معبل بالسياره. ما انت والسياره حمولتها 2 طن. انت طن. انزل انزل وانا شاسوق شاتحرك بكم الى ورشة ناقي ومن ثم ستكون وجهتنا ان شاء الله الى المركز. يا عمر لا تسمع كلام المصمخ دي. مصمخ يعني غبي. هيا انزل. صدقك صدقك صدقك. تعال تعال صوب تعال. الله يحفظك. كلامك صدق. تعال تعال اطلع. سوسو 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 قصدي كيف يمشي لقدام؟ اللي يمشي لقدام من فين؟ حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. خلاص 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 قد عرفت دوام في مرقمتهن الاول والثاني. تمشي ولا ايش اسوق انا؟ يجعلهم يسوقوك لجهنم انت وسيارتك وعمر. شديد شديد مرتك دي علي. ولاد ولاد خلاص يا عمر الله يحفظك. تخبي تخبي ما يشدلش عليك. لا تخليش تشوفك خليش تشوفك. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا منقلبون. يا سوسو سوسو وسوسو
سكينة مش خلي مشكي اعتدال سواء لأنه أنا شسرع. السادة الركاب اللي خارج السيارة أرجو من الجميع ربط الأحزمة لأنه يلا تتبعوني إحنا. سيداتي سادتي أهلا وسهلا بكم على متن مركبة عمر أو اللي كانت مركبة عمر في الرحلة 1735 545 ثلاث سبعات أربع ستات خمستين. السادة الركاب يرجو من سيادتكم ربط الأحزمة، إذا ما فيش أحزمة ربطوا لقوفكم. سيداتي سادتي سنحلق على ارتفاع 1700 قدم في الساعة إن شاء الله. سيداتي سادتي ركاب المسافرين إلى هيئة العبد أعدكم بأنكم لن تصلوا بإذن الله تعالى، يرجو إبلاغ أهليكم. و ليديز أند جنتلمان قول يمسك يمسك عمر عمر يمسك عمر لا 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 مهم شي اني جهزتك وصلحتك ما نقل امي تفاضل على راديو من حق زمان ما انت مراغ السلام عليكم وعليكم عندك الله انت داري معي هدر لك كثير اكا مو من هدير قال لك تيوان قاله لو الصين ما بطلش تحاني به شتحكم باشبه الموصلات يعني سياسة لف ذراع سياسة لف الذراع يعني على أساس أنت افتهم لك افتهم لك أشبه الموصلات أنا عارف أشبه الرجال من تقصدي؟ أمزح معك ألا قل لي لم روحت ما هلش تصوير شديد وفرحان سرحوا يسعفوا اعتدال قدشت أولاد الحمد لله يا رب قد دخل الشهر العاشر ما لا عقبالي يا رب عزيز بيك بس متعاميس مو تعملي تهندسي الرادي اقتلبتي رشا مركوني هني داري ان انت تتهرب خاصة بهذا الموضوع ضبحتو اني استمع الاخبار قالي الضقر قلتوش اصلح الراديو اكون استمعه داخل المطبخ والمطبخش استمع الاخبار براحتي بعدهم ايوه انتكا تجلسي بعد الحاجة ترفسي تضجرينا أسيب لك البيت وأمشي أنا آسف يا عاقل أنا كل اللي يهمني سعادتك أنا سعيد وفرحان بنفس الوقت هنيتي خلاص يا عاقل بصر محسن أكون زيت نكيت ناهي الله هي سرحي ندي لنا شاهي من عيوني مالي بس الرفاس حترش ملا حتى هدرا يا عاقل الله يسامحك طيب يا عاقل ألو ألو خلصتي تصوير الإعلاء لسه يضبط الإضاءة تدري إن اللوكيشن بدونك مرة يتيم لا تعليق اعتقمت والله اعتقمت وانا لساني ذراع يعني ملقوف من يومي بس ضاع الهدير كله متى تخلص الاعلان ما ادري احس هجانة ابغى اطير كلنا نشان نطير خلاص هادرين انت لغنتي ناويه هادرين وانا شحجز لك طياره
تذكرة الطيران على حسابي. لمن التذاكر يا عاقل؟ فديتك والله لما قري أسافر بكلمك. ليكون صاحب الرقم عايش مش عايش أو خارج التغطية. عاقل دلا المكتك عيمش رجع تختنق من يقري بعدك. كل أكل الرجال وقم قبل الجمال وانت عكس ساعة. هذا لما تكون تشتري أكل أنت. تعايرني باللقمة يا ناجي. أنت عارف إن الناس شركاء في ثلاثة. أشين؟ الأكل والماء والهواء. هذا كان زمان، ما دحين الأكل والماء ببياس والهواء شبعيد الله منه. يا غبي، الهواء الذي نتنفسه نستنشقه أكسجين، فهمت؟ كل أكسجين ببياس، هواء البنشر ببياس، والماتور ببياس، والكهرباء اللي تشغل الماتور ببياس. ها دوا ما قدرتوش تسدد حق الكهرباء من أمس، الماتور بدون هواء تقول كيف يعيش؟ منو؟ البرد. ماله؟ ضربك. ليش؟ مدري ما عم توا. عملين الناحية التانية. أيوة قدام عنا شيلة سمعنا نشغل بسلتة ودق الظاهي تشي تقطع اتخلوا فلوس سعر الرز لهنيئة، فلوس من المحلات ومن المطاعم، حتى التعازي والتهاني والتبريكات والوفيات والثديات وكل شيء شو تفعلوا له إعلانات. بتفعلوا إعلان أنتوا أصحاب الشهادة ولا ببر ما لحم، وإحنا الذي بعنا الذهب وخلف الكاميرا ما بشمعوا ولا صيني مرق يدمنه تمنه. أعوذ بالله، عيونك مرة حارة. حارة ولا شارع؟ بنا أقول ليش الله يرزقوش ويطيرش ويرزقوش من فضله، بش الشال هذا هو ما يصلح للنساء. حمود بدخل المنتاج لسمع ناقص ولا حد يتكلم ولا يجي بعدي بخرج بطبل بوقاك لما قيم القرية كله علي. إيش اللي عليك أنت بدك مش تشوفك يا جنال يوم الجن؟ يا أخي خليك متفائل وخلي كل شيء عندك تمام. هي أنا بدات عكسك تمام، مش متفائل خالص. إذا ضروري تعالج حمود اليوم مرفالة يعني. ضروري تتعالج. وضخ أنا أقول لك عينه، وضخ به المول اللي في الحلقة الثانية المستوصف جنبه، ضروري تتعالج شانك إنك داري بينه هنيك. هيا لو سمعت لك نقص يا حمود بخرج ببلعك زي البنادول. أنت لا منتج ولا تهمشي، تدبه الفحصة والسلتة وكل شيء موجود حتى الشيلة تتقبع لا يضربك برد من حق ناجي بالمرة. ما أنتش سوى لا تهم. بنت هيا شوفي لعد بمحل العسل أدمكريني. ياي محل عسل وشوية سم ولو كن بلدي يكون أفضل. قوة البنتي أرجع آخر الشين بشوف صورتكم في القوادر تكون معلقة الإعلانات. يلا مع السلامة. أقولي صوري بردي خلاص. صوري بقي الإعلان. يلا دكتور ساني خلي ناجي عبي لنا هواء. ما فيش هواء. طيب ما يا ناجي قوم عبي التاير هواء قبل ما عبوا منه خرك. المكلف حقك تتبني في ساعة. الكهرباء مقطوع. اتصرف عندك يمين ودين. لما توطم سيارة وتردها زي مكانا والله ما كلهم بتكوك. أنا اديت لك السكان لا يدك. ناولتك السكان وشهود أصحاب القرية وعلى القرية كلهم. ما اديت لك السكان لا يدك ولا اديت أنا سكان ولا حاجة. السكان تتبني بقى بين الشارع تفسوك. أنا المفروض انت بتعرف تسوق ولا استلقفه بيدك مش تتصرف. عندك ما فيش كلام دعان ذبت تكلم سياره. اسالهم انا رقمت له اليد ولا ما رقمت لهش. اسمع شامود الوكيلة قد الصاحب الثالث. هذا الحين مين بعد الحادث الصاحب الثالث عشر؟ اين سرع هذا اليوم عبي التاير؟ ليش زوجتك بتصيح؟ تصيح لأنه تشجع مونديال قطر يا دكتور. ما شاء الله حتى ملاطف هناك. أنت من تشجع؟ انقلع من دقاهي هذه الساعة. أنا قصدي أساعدك بدل ما تروح لا عند المركز وتتأخر ويبهذلوك. أنا بولدها. ولدي ماذا لي؟ أم ريحانة ذي قاعة الناحية الثانية. أوه أيوكد
ارجعي كده. اي هريسه امه. اوه ده كان هيبوظ الصور كلها. ومايك يا هريسه ما تعملي كل انا قلت لك تمثلي بس عشان تشتهري، لكن اعلانات لا يا هريسه. ايش دخلك؟ ها ايش دخلك؟ انا احبك يا هريسه. لملم جروحك وانسحب، ما لك نصيب باللي تحب. اه يا هريسه بيني كنت معه. القاعد بيفلوت، القاعد بيفلوت، ساعديني يا سكينة. على وين يا مريحة؟ داخل الورشة. لماذا دخلنا الورشة؟ الكهرباء مقتول، ما فيش هواء. اسمع، لو جرى حاجة بالبنت بدخلكم كلكم السجن. حتى أنا يا مريحة. لا يا حبيبي لا، أنت لا. حتى أنا خالة صفا معي قهوال. لا لا ما دخلك بناء. أنا بدالك ما يسخش قلبي عليك. لو حصل لي شيء دخلي فرحان والسبب الله يخلعك يا والله فرحان. ما هنا إنه عمر، عمر أنا رقمت له الدركسون بيدي، رقمت له ليده. لحظة يا عجوز البلاء من رأش اختبأ. لحظة، الدكتور سامي ممنوع حد ينام على سريره. سامي خلاص خلاص خذوا راحتكم، السرير سريركم. غصبا عنك بناخذ راحتنا يا صلع. في ساعة في ساعة يا أم ريحان في ساعة. رجاء مرة أخي داخل تولد مش حد يقرب من الباب أو يفكر، بس مجرد يعني تفكير إنه يقترب من الباب. مرة أخي بني داخل. مين؟ افتح. مين أنتم؟ أقول لك افتح. أنتم راقدين، قصدي يعني متشتي. بسرعة بسرعة قم قم، ما ما صحفة بسرعة بسرعة. ما ما يا ناجي ما 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 خذ نفس، سيب نفس، مش وقته يا سامي، اتصلوا وجامع. لازم نتصل للقيم علشان يجي ما من المسجد. تمام، في ساعة اتصلوا المسجد نديرنا القيمية. طيب لحظة، شعيدك يا أخي شديد شعيدك بموت بنا. إن شاء الله مستقبل صندي ابنك مضمون. يعني مش يطلع بنشري إن شاء الله. بنشري ومساعد طبيب ثاني. إيش شعوركم لو قالكم ملك الموت وأنتم تضحكوا بذي الطريقة؟ ألو إيش؟